في إطار حملة الكويت بجانبكم، تسلمت دائرة صحة نينوى 10 أطنان من الأدوية مختلفة الاختصاص في وقفة إنسانية جديدة تضاف لرصيد دولة الكويت في العمل الإنساني لأشقائهم. واعتبر مختصون أن الجهود التي تبذلها دولة الكويت ساهمت في نقل الواقع الصحي إلى مستوى أفضل في المحافظة. ويستمر العطاء الإنساني من بلد الإنسانية، فقد وجدت 10 أطنان من الأدوية مختلفة الاختصاص طريقها إلى المراكز الصحية والمشافي داخل محافظة نينوى، قدمتها دولة الكويت في إطار حملة الكويت بجانبكم لتكون رافدا للجانب الطبي ووقفة إنسانية جديدة ليد الخير الكويتية. تقديم الأدوية تم من خلال التنسيق بين القنصلية العامة لدولة الكويت في أربيل ومركز التنسيق المشترك لإدارة الأزمات في إقليم كردستان. قامت القنصلية العامة لدولة الكويت بتسليم مستشفيات الموصل 10 طن من الأدوية، تم تسليمها لدائرة صحة نينوى. تأتي هذه الدفعة ضمن حملة دولة الكويت في جانبكم، وتزامنت هذه كذلك بعد عملية تحرير الموصل لتقديم وسد الاحتياجات الطبية في المستشفيات في الموصل. مستمرون بالتنسيق مع دولة الكويت من أجل تسهيل مهمة إيصال المساعدات إلى النازحين، وجهود دولة الكويت كبيرة في التخفيف من معاناتهم. إدارة الصحة نينوى أكدت أن وصول هذه الأدوية سينجح في التخفيف من الضغط الحاصل على المشافي والمراكز الصحية في المحافظة التي تعرضت لتدمير كبير. الآن مستشفياتنا تقدم خدمات طبية للحالات الطارئة، الأدوية تتوافق مع هذه الحالات. متخصصون اعتبروا أن الجهود التي بذلتها دولة الكويت ودعمها المستمر لهذا القطاع والقطاعات الأخرى كان له الدور الكبير في نقل الواقع الصحي إلى مستويات أفضل، فيما أشادت شخصيات عشائرية بهذا الدور الإنساني. لها أهمية كبيرة بحيث أنه راح تدعم الواقع الصحي، ومشكورين دولة الكويت وحكومة الكويت والسيد القنصل على هذه المساعدات. هذا الدور الكبير التي قامت بها دولة الكويت وشعب الكويت، نسأل الله أن يحفظ هذا الشعب من كل سوء. وقد ساهمت دولة الكويت في رفض الجانب الصحي للنازحين من خلال تقديم شتى أنواع الدعم الذي شمل تقديم سيارات الإسعاف وإنشاء المراكز الصحية، بالإضافة إلى علاج مئات الحالات المرضية من النازحين. من أربيل بكردستان العراق عاصم الحمداني، تلفزيون دولة الكويت.